نحن ننتقل وياكم لزميلتنا هدى بالخبر واللي ينطلق فيها برنامج تحت عنوان آفاق في اكتشاف الذات والتكنولوجيا والمجتمع والتغيير، وذلك بهدف تسليط الضوء على قصص الطلاب المتفوقين من المرحلة الثانوية. ننتقل لزميلتنا هدى الغامدي من الموقع. يسعد مساكي يا هدى، انقلي لنا إبداعات الطلاب المتفوقين. أكيد، ومسائك أسعد نهى، ومسي عليك عبد العزيز وعلى كل مشاهدي القناة السعودية. أطل عليكم من إحدى المدارس في مدينة الخبر واللي بتقدم برنامج آفاق في اكتشاف التغيير والمجتمع والتكنولوجيا والذات. أكيد هذا البرنامج بيقدمه مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، بيقدمون قصص نجاحهم لأقرانهم في نفس المرحلة الثانوية. أكيد لذلك يسعدنا أن يكون معنا طالب عبد الخالق المليثي وطالبة حلا أيمن. أمسي عليكم بالخير وحياكم الله معنا على شاشة السعودية. الله يحييك. طبعا لنا الشرف ان نكون في هذه القناه، وان شاء الله نرفع راس جميع الحضور وان شاء الله مدرسينا باذن الله. الله يعطيكم العافيه. طيب ودي تقول لي عبد الخالق، ايش راح تقدم اليوم في هذا البرنامج؟ طبعا احنا كشباب سعوديين شغوفين، دائما نحب نكون في المراكز العليا، لذلك اليوم هدفنا من هذه الخطابات العديده ان نزرع بذرتنا للجيل المستقبل باذن الله، وجيلنا الحالي طبعا، ان كل شيء مقدور عليه، لا شيء مستحيل، وخذوا الخطوة الأولى. أكيد بالتأكيد. طيب حلا أيمن، لو تقولي لي إيش اللي راح تقدمين اليوم في هذا البرنامج؟ اليوم بقدم تجربتي مع والدي بالسرطان، الحمد لله تعافى والحين جاي يشجعني، وخاصة بتكلم عن هذا الموضوع لأن أبى أشجع الطالبات والطلاب إنه يواجهوا صعوباتهم، وأي شيء اللي يصير لهم إنه يواجهوها بقوة ودعم. طيب الوالد الله يحفظه يعطي الصحة والعافية، الحين بعد ما تجاوز هذه الأزمة، كيف تشوفين دور الأسرة في دعم الطالب أو الابن أو الابنة؟ هو عندهم دور كبير لأنهم هم أساس الدعم، كلمة من الوالد أو الوالدة يقدر يحطم أو يبني الشخص. خاصة أهلي اليوم ساعدوني، مع لو بدونهم ما أعرف لو أقدر أجي هنا أوقف وأتكلم معاكم. أكيد الله يعطيهم الصحة والعافية ويرزقك إن شاء الله برهم. طبعا عبد الخالق، لو تقولي وأنت كطالب في المرحلة الثانوية أكيد بتواجه الطلاب تحديات، كيف يتجاوزونها؟ طبعا كطلاب ثانوي عندنا تحديات كثيرة، منها مدرسية ومنها خارج المدرسة. كمثال هذا خارج المدرسة، وجتنا فترة اختبارات، وقت التجهيزات كانت صعبة، لكن توفقنا طبعا بفضل الله وثم دعوات الوالدين قدرنا اليوم نحضر، وإن شاء الله نرفع رأس جميع الحضور ووالدينا أولا ومدرسينا بما أنهم والدينا من بر للعائلة. ما شاء الله تبارك الله، كل التوفيق لكم. طبعا أتمنى لكم الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية، شكرا. الله يعطيكم العافية. أكيد حيكون معنا الأستاذ محمود الديري اللي هو مشرف عام المدارس. أمسي عليك بالخير أستاذ محمود وحياك الله معنا على شاشة السعودية. حياك الله أستاذ هدى، أسعد الله مساءكم، وشكرا للتلفزيون السعودي مشاركتنا في هذا في قصة النجاح وهذا الملتقى المهم. طيب حضرتك مشرف تربوي، إلى أي مدى يبرز دور المشرف التربوي في دعم الطلاب وإبراز إمكانياتهم ومواهبهم، خاصة لمثل أعمارهم أقرانهم في المرحلة في المدارس؟ صحيح، حقيقة من خلال الخبرات التراكمية في ميدان التعليم نؤكد بأنه تعلم الطلاب من بعضهم من خلال أقرانهم يلعب دور كبير في استثارة الدافعية عندهم، ولاسيما إذا كانت تقدم لهم قصص نجاح فيها إثارة فيها تحديات يستطيعون من خلالها يستشرفون المستقبل ويواجهون تحدياتهم، لاسيما وأنه الحمد لله نحن في المملكة برؤية طموحة توقظ دافعية الشعب عامة والمتعلمين بوجه الخصوص على استشراف المستقبل وتخطي التحديات. نعم. أكيد أستاذ محمود، يعني ما شاء الله الله يعطيكم العافية، كل التوفيق لكم. دور المدرسة مكمل لدور الأسرة في تقدم الطلاب في معرفتهم في مواطن قوة حقتهم ودعمهم وإبراز مواهبهم. بالتأكيد كل الشكر لك، الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية، وإحنا نرجع نؤكد أنه رؤية المملكة حقيقة فعلا محفزة، تجعل لا يوجد هناك سقف للطموح، جبل طويق بإذن الله نستطيع أن نصل إلى المراتب الأولى في العالم. بالتأكيد بإذن الله. العافية، شكرا جزيلا لك. أكيد نهى عبد العزيز أنه الجميل في هذا البرنامج اللي بيقدمه طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية يقدمون تجاربهم وقصصهم الملهمة وقصص نجاحهم. بالتأكيد يعني مثل ما قال سمو سيدي ولي العهد أنه طموحنا عنان السماء، والشباب هم قادة المستقبل، وأكيد يعني لن يقف شيء في طموحهم، يعني في سبيل تحقيق طموحهم. أكيد مع هذه الرؤية، مع هذه رؤية 2030 الرؤية الشابة الطموحة. بالتأكيد الحمد لله. شكرا لك زميلتنا هدى الغامدي.